بسم الله الرحمن الرحيم. اثنان مشي في رقمة سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام. الاسم الكريم أحمد عبد الله سيف الريسي. الأخ أحمد، أريدك تعطينا عن انطباعك حول برنامج اليوم في رقمة، ما الذي يميزه؟ والله شوف، ربما يتميز بالطبيعة، الأماكن الجميلة، المياه، نعم، النخيل، نعم، بهذا الأشياء يتميز. يعني الأخ أحمد، أنا لاحظت على أنه القرية بدأت يعني كما تقول يهمل البناء فيها، الحارات متهدمة، المدرجات يعني مهملة، كيف ممكن نشجع الأبناء للعودة إلى القرى والمحافظة عليها؟ الحمد لله رب العالمين، في بعض احنا في وادي رجبة، نعم، عدة قرى يعني. إيه صدقت، تقريبا ما 6 قرى تقريبا، ما شاء الله. أيوة، في بعض القرى ما شاء الله مهتمين. صدقت، وبعض ربما الوظائف يعني شغلت الناس. أيوة، لكن كيف ممكن تشجيعهم للعودة؟ تشجيع طال عمرك، أنا كأب مثلا أو كجد، نعم، افترض أني أعلم أبنائي على هذه الأمور، نعم، أنهم ما تندثر، أها، أنهم يحاولوا يشيدوا ويعدلوا، نعم، صدق، الأماكن يعني، أها، فالأمور كلها بتكون إن شاء الله طيبة ما دام. كيف أمور الطريق إلى رقمة؟ والله الطريق صعب، بحاجة يعني لأكثر تهيئة، يحتاج لتهيئة، يحتاج لرصف وكذا، نعم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر الأمور، نعم، ويكون الطريق متعبد، نعم، بالقار إن شاء الله قادم السنوات بإذن الله. آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك، آمين إن شاء الله جميعا، الله يحفظك، الله يسر الشرط.